تصريحات رئيس أردوغان قبل قليل استكمال لما أعلنه سابقا، هل بالفعل كما أعلن اليوم في تركيا التجهيزات العسكرية اكتملت بانتظار القرار السياسي؟ هل اقترب برأيك هذا القرار؟ حياكم الله لكم ولجمهوركم. يعني أعتقد أن تركيا لديها مطلبان، المطلب الأول هو أن يكون هناك حل دائم مستقر في سوريا ينعكس بشكل إيجابي على الحدود السورية التركية ودول الجوار بالشامل. أنا أتكلم عن سوريا الآن تعيش حالة تفرقة، تعيش حالة تنظيمات إرهابية متواجدة على الحدود التركية، تعيش حالة دولة فاشلة، كل هذه العوامل تعني لي أن تركيا تعيش حالة أرق مع هذه الدولة المجاورة. الآن تركيا تريد أن تقول للمجتمع الدولي، تريد أن تقول للدول المتدخلة بشكل مباشر في سوريا، أمريكا، روسيا وحتى إيران، أن هي الوحيدة المتضررة من هذا الأوضاع، من هذه الأوضاع السيئة في سوريا. تركيا تريد أن يكون سوريا في حالة استقرار، ولا تريد أن يبقى هذا الأمر على يعني مدى زمني طويل. وكأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يهملان في الملف السوري ويرغبان أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه سنوات وسنوات. هذا الأمر لا يلبي الجانب التركي. تركيا تريد أن يكون هناك جدية في إيجاد حل سياسي شامل في عملية انتقال سياسي وفق القرارات الدولية. لماذا تصدر هذه القرارات إذا لا يوجد إرادة لتطبيقها؟ بالنتيجة تركيا تريد أن تقول أنها ماضية في عمل عسكري من أجل أن يشعر الجميع أنه لا بد أن يكون هناك حل شامل. الأمر الثاني، تركيا فعلا تعاني من العمليات الإرهابية التي تتسلل عبر الأراضي السورية وبعلم وبمعرفة وبتغطية من بعض الدول المتدخلة. عندما نقول جبل قنديل أو تنظيم البيكاكا في منطقة قنديل، من الذي يدعم هذا التنظيم؟